قل لي الضربة كانت غتجي فيك انا هذيك كنت غندخل في الحيطين هذيك كنت غنجي راني تري من اليوم رجع منير دابا هو الخوص ماشي رجع مشي انا اللي عملت في بلاصتو على يدرجع. السلام عليكم اخوتي. نبدا اول حاجه السلام عليكم لاباس عليكم اليوم مع فيديو جديد ونهار جديد وكنستسمح على الصوت ديالي جوج ما كتسمعش يمكن مزيان حيت جربني البرد. اليوم فيديو جديد المغاير على جميع الفيديوهات اللي عندنا. اليوم النهار نمشي ونتقداو واحد الشميشة يا سلام والله العظيم. ايوا منير كنت غتخشى في الحيط كان غيبو كان غيسلم على الحيط واحد النهار مزيون ياك النهار واحد النهار واعر صراحه مشمش والله الا. ايوا نتوما معنا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله يا ربي وما ننساوش ان واحد لايك نساو معنا ترى معنا ان شاء الله واحد الجوله في السوق مزيونه والله الا غيعجبكم الحال انا عارفه العيالات كيعجبهم السوق. ايوا ايه الله خوتي خليكم معنا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هيدي يعطيني الوريده مو قصافي عطاتني الورتو عمال الرجل هيدي شنو شنو عملت لها عزيز عليها الورد هداية الوردة ديالها اربع ترى
جوج دراهم تجعدها مختادة جوج دراهم جوج دراهم تجعدها جوج دراهم جوج دراهم تجعدها جوج دراهم جوج دراهم هيا تلاق جوج دراهم تجعدها جوج دراهم تجعدها جوج دراهم تجعدها شارها مرة قادرين جوج دراهم جوج دراهم تجعدها جوج دراهم جوج دراهم تجعدها هما جوج دراهم تجعدها هما صافي عاد لولا شتاو بيض شتاو بيض فايبر راك اخاف شتاو بيض شتاو شرب شوف شنخسر ده عندي شابو انا وقرا عند الحنان مكسر فاش نشرب شابو باق يلا خوزين بعد ما جيت من السوق جينا بصراحة مسخسخين راه السوق جانا بعيد شوية من الدار سخسخنا صراحة باش نوجد واحد العصير بارد نبردو به عندنا يا تخيل الجعدة والتين وواحد صاشي الفاني واحد ضرن ديال الفاني وانا معايا باش نشربو العصير ديالنا بارد كنقطع انا يا الجعدة هوا نبيلة فين وصلتي شنو كتوجد لينا يا ما قالك نوجد الطاجين طاجين بالحوت قلاني هوا الليمون فين هو يعني نتينا هو والجعدة فين سلقة هنايا فين طيبة يعني وين تسال ودابا نوجد الطاجين ديالي ساعة وتشوفوا معايا كيفاش غنوجد العصير يا خوتي من بعد ما ساليت الطويجن ديالي ها هو كيفاش كيجي دابا غنرجعو ان شاء الله يا ربي يطيب وبقاو معنا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله كنتمنى الفيديو يعجبكم ها هو نبيله شي كلمه للمشاهدين ودعي معاهم شي دعيوه سهل امرهم ان شاء الله يا خوتي الله يسهل امركم الله يوقف معاكم كما كتعاونوا معنا ربي يسهل عليكم وييسر لكم كما كنتمنوها ان شاء الله يا ربي والله يوفق كل واحد اخوتي ايوا ها نتوما كما كتشوفوا انا سالت الطوبجين ديالي كما كتشوفوا ايوا وانا باغا نرجعو يطيب ان شاء الله يا ربي وها نتوما معايا حتى لاخر الفيديو ايوا الخوت الناس اللي كي اول مره كيشوفونا ما ينساوش يتابعونا في القناه ديالنا وينضموا للعائله ديالنا ان شاء الله وما ينساوش يعجبوا هذا الفيديو يعني اعملوا لنا واحد اللايك
وكنتمنى انا كنتمنى من كل قلبي يعجبكم، حيت الصراحه اخوتي كنتعذبوا فيه، مع عندنا العائله صغيره كنتعذبوا بزاف باش نصوروا شي فيديو والله العظيم. وسمحوا لينا قلنا شي هضره ماشي هي اللي تسمحوا لينا والله. ايوا المشاهدين المتابعين ديالنا شكرا لكم بزاف بزاف، نبيله وجدتنا العصير، ها هو العصير ديالنا اللي شاركنا معكم، كنتمنى يعجبكم وكنتمنى يعجبكم حتى هذا الفيديو هدايا. الطاجي ديالنا وكيطيب، شوف 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 شنو وجدتنا، وهادشي المكان الخوت، او سمحوا لنا بزاف، والناس اللي جيدة ما تنساوش كما العادة تشاركوا معنا في القناة، باش إن شاء الله نزيدوا القدام ونديروا فيديوهات شي حاجة في المستوى يا ربي إن شاء الله. او شكلي ما ريحانة بابا ديالي يلا خوتي، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش دير لنا واحد اللايك وواحد الكومونتير مزيان تحت، وشكرا والسلام عليكم.